هنتعرف النهاردة في 180 ثانية على القيمة الحقيقية لعملتنا ومعنى مصطلح الدولار الجمركي، وهنقدر نفهم القيمة الحقيقية للعملة لما نقيسها بقيمة عملة تانية، وبشكل علمي سعر صرف العملة. وسعر الصرف هو عدد الوحدات من العملة الأجنبية اللي بتحصل عليها مقابل عملة واحدة من عملتك المحلية. يعني سعر اليورو بعملتنا المحلية يبقى سعر صرف اليورو، أما سعر عملتنا بالدولار يبقى سعر صرف عملتنا أمام الدولار. والسؤال هنا، إيه اللي بيحدد سعر الصرف؟ يعني ليه الدولار أعلى من عملة الصين وقيمة الدولار الواحد بتقترب من 7 يوان صيني؟ وفي نفس الوقت قيمة الدولار أقل من اليورو، يعني سعر اليورو دايماً في حدود دولار فاصل واحد أو 2.10. والإجابة هي العرض والطلب، وهما المحرك الأساسي لقيمة العملة وسعر الصرف. يعني لو الطلب زاد على الريال في موسم معين زي موسم الحج، سعره هيزيد أمام الجنيه المصري. يعني لو زاد احتياج دولة لواردات دولة تانية بشكل مستمر وما كانش فيه صادرات في المقابل، أكيد هتقل قيمة عملتها مقابل عملة الدولة التانية. ولو تعرضت دولة للحرب أو ظروف مشابهة، بتقل قيمة عملتها بشكل كبير وبتنهار، زي الدينار العراقي مثلا، لدرجة أن قيمة الدولار الواحد بتوصل ل 1160 دينار عراقي. لكن بعض الدول عملتها ثابتة قدام الدولار وما بتتغيرش قيمتها، يعني مثلا الريال السعودي بيساوي 3.75 من 100 دولار من أكتر من 30 سنة. والسبب في ده طبعا إن حكومات الدول دي قررت تثبيت عملتها وربطها بالدولار، وبتدفع الفرق لما تتراجع عملتها من المؤسسة النقدية، وده عكس التعويم وترك العملة لظروف العرض والطلب. والهدف الأساسي من سعر الصرف هو التجارة الدولية بعملتين، لأن كل دولة عندها موارد ومنتجات فائضة عن حاجتها، وعلشان تصدرها بتحتاج تعرف قيمتها بعملات تانية زي الدولار واليورو لو هتصدر لأوروبا والين لو هتصدر لليابان. وبعد إتمام عملية التصدير بيدفع المستورد لحكومة دولته رسوم بنسميها جمرك، وهي نسبة من سعر السلع المستوردة. وبعض الدول بتطلب تسديد رسوم الجمارك بالدولار، وفي حالة تعويم عملتها أمام الدولار بتحدد سعر ثابت للدولار وبنسميه الدولار الجمركي، وبيتغير كل فترة وفق قرارات الحكومة.